في إطار التصدي لجرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية حفاظاً على الاقتصاد القومي، أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط 4 أشخاص لقيامهم ببيع وترويج العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت بحجم تعاملات بلغ قرابة 5.5 مليون جنيه. كما ضبطت 1 الأشخاص بالإسكندرية يقوم بتعدين وتداول العملات الافتراضية وترويجها عبر الإنترنت من خلال صفحات إلكترونية وهمية أنشأها باسمه، متخذا من شقته وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي، وعثر بها على 106 أجهزة لتعدين وتخليق تلك العملات الافتراضية، وهي أجهزة محمل عليها برامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية لتداول ثمن تلك العملات. الإدارة رصدت قيام 1 الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً الدرون مقابل مبلغ مالي كبير، تم استهدافه وضبطه وآخرين بالقاهرة والقليوبية، وبحوزتهم 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها 10 طائرات بكاميرات و14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات وجميعها مهربة من الخارج. كما تم ضبط 2 ورشة لإصلاح تلك الطائرات وقطع غيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بها، وتم ضبط 13 طائرة درون معدة للإصلاح. وعلى صعيد التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، رصدت الإدارة صفحة على الإنترنت لبيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المنسوبة لجهات حكومية مقابل مبالغ مالية، وأسفرت جهود الإدارة عن تحديد وضبط القائم على إدارتها بالإسكندرية. واستمرارا لنجاحات الإدارة في التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، تمكنت من ضبط 4 تشكيلات عصابية بالمنيا وقنا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 35 مليون جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 6 تشكيلات عصابية بالجيزة وسوهاج والغربية والإسكندرية لاستيلاء عناصرها على قرابة 11 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح، إلا أنهم امتنعوا عن سداد تلك الأرباح مع رفضهم رد أصول المبالغ المستولى عليها لأصحابها. كما نجحت الإدارة وعلى صعيد مواجهتها لجرائم استغلال النفوذ في ضبط موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية استغل موقعه الوظيفي وتواطأ مع 1 الأشخاص بتمكينه من إقامة محل تجاري خاص بها على أرض ملك الدولة، وهو ما أضر بالمال العام بقيمة 2 مليون جنيه هي قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها.